ميكانيكا الكم، شرح شامل ومبسط لنظرية الكم الفيزيائية. لنتعرف على النظرية الكمية أو الفيزياء الكم، النظرية التي حيرت علماء الفيزياء وغيرت نظرتنا للعالم المادي وكشفت حقائق علمية رهيبة وجنونية تعارض قواعد المنطق نفسه. شرح شامل ومبسط لنظرية ميكانيك الكم، ميكانيك كوانتيك. إن أعظم إنجازين عملهما العقل البشري في القرن العشرين هما نظرية النسبية لأينشتاين ونظرية الكم. ببساطة، الفيزياء تنقسم إلى قسمين: الفيزياء الكلاسيكية، وهي التي تدرس وتفسر حركة وتصرف الأجسام الكبيرة ماكرو بارتيكول، مثل جزيئات المادية والأحجار وأجسامنا والسيارات والسفن وأيضا الكواكب والنجوم والمجرات إلى آخره، يعني جميع الأجسام التي حجمها أكبر من حجم الذرة. وفيزياء الكم، فيزيك كوانتيك، فيزياء الكم وهي التي تدرس وتفسر حركة وتصرفات جسيمات دقيقة مثل بروتونات، نوترونات، الإلكترونات والكوكات، يعني جميع الأجسام التي حجمها أصغر من حجم الذرة. يمكننا باختصار تعريف ميكانيك الكم على أنها تأثير الوعي على عملية الرصد. تعريف غريب جدا، ولكن سوف نفهم معناه خطوة خطوة، وحينها نعرف مدى دقة هذا التعريف العجيب. سنبدأ شرح النظرية مع تجربة علمية تعتبر من أهم التجارب التي بنيت عليها ميكانيك الكم، وهي تجربة الشق المزدوج. هذه التجربة قام بها أوت جانسون من أجل معرفة سلوك الإلكترونات، والتي هي جسيمات دي بارتيكول، يعني مثل حبات الرمل. هل هي دائما تتصرف كجسيمات، أم أنها يمكن أن تتصرف كموجات، أو يعني مثل أمواج البحر أو الصوت؟ ولكي أبسط هذا المفهوم، دعونا نعطي مثال بسيط قبل أن نستكمل شرح التجربة. تصوروا معي أن لدينا كرات صغيرة نقوم برميها على جدار به فتحتان، بحيث يمكن لكل فتحة تمرير كرة واحدة فقط في كل رمية، ومن خلف الفتحتين لدينا شاشة، بحيث لو دخلت أي كرة من أي فتحة لابد أن تضرب في هذه الشاشة وتترك أثرا عليها على شكل نقطة. وبالتالي إذا قمنا برمي الكرات باتجاه الشقين أو الفتحتين، فإنه سوف يرتسم على الشاشة خطان عموديان من النقاط من أثر ضربات الكرات. هذا ما يحدث بالفعل في حالة الكرات الجسيمات، وهذا القانون صار على كل الجسيمات بارتيكول، فهو ظاهرة طبيعية جدا. بينما في حالة قيامنا بنفس التجربة على الأمواج، لتكن مثلا أمواج الماء، فنقوم بدفع الأمواج لكي تخرج من الشقين وتضرب الشاشة، فهنا سوف يظهر لنا على الشاشة مجموعة من الخطوط العمودية من أثر ضربات الأمواج. لما على نقطة في الموجة تقابل أدنى نقطة يلغي بعضهما الآخر، ولما تلتقي قيمتين قصوتين نشاهد أعلى بريق، وبالتالي يحدث تداخل لأن هنا شقين، فإن سوف يظهر لدينا على الجدار مجموعة من الخطوط العمودية المتوازية، وهذا القانون صار على كل الأمواج، فهو ظاهرة طبيعية جدا بسبب خصائص الأمواج. والآن نعود لتجربة كلاود جانسون التي قام فيها بتطبيق نفس هذه التجربة على الإلكترونات. أن الإلكترونات هي جسيمات مادية مثل الكرات، وبالتالي نتيجة المتوقعة في كل الأحوال هي أن تسجل لنا الشاشة خطان عموديان من أثر سقوط الإلكترونات الداخلة من الشقين عليها، ولكن النتيجة كانت أغرب من الخيال. وبالتالي فالنتيجة أن الإلكترون إذا لم تتم مراقبته سوف يكون في أي مكان ممكن أن يكون فيه في نفس الوقت، يعني وكما رأينا في التجربة سوف يدخل من الشق الأول أو الشق الثاني، أو يدخل من الشقين معا، وهكذا سوف يسلك كل الخيارات المتاحة له، وسوف يحقق كل الاحتمالات المتوقعة في نفس اللحظة. هذه الظاهرة، وجود الإلكترون في كل مكان، يسميها علماء الكم بظاهرة التراكب الكم، القانون المستخلص من التجربة. في حالة دخول إلكترون عبر شق مزدوج بدون رصد، فسوف يشكل لنا حالة تداخل دالة موجية على الشاشة، بينما إذا قمنا برصد
الإلكترون الداخل عبر شق مزدوج فإنه سوف يتجسد في شكل جسيم ويترك أثره في شكل نقطة على الشاشة. إذن رصد الإلكترونات جعل دالتها الموجية تنهار، أي أن عملية رصد الإلكترون حولت الإلكترون من موجات إلى جسيمات، أو بعبارة أدق عملية مراقبة الإلكترون جعلته يتخذ سلوكا واحدا فقط من بين كل الاحتمالات التي كان يسلكها قبل عملية الرصد مراقبة. Superposition. ومن هنا جاءت فكرة نظرية الأكوان المتعددة التي تقول بأنه يوجد عدد لا نهائي من الأكوان، وفي كل كون هناك أحد الاحتمالات الممكنة لكل موجود في كوننا هذا، أو بعبارة أخرى كل ما كان ممكن أن يحدث هنا في كوننا هو يحدث في أحد هذه الأكوان لا نهائية.